لوغوس تي في. لوغوس تي في. أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. في البدء كان الكلمة. أحبائي مشاهدي لوغوس تي في في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلمة الحياة، وإحنا بناخد بعض التأملات في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموساوس، وإحنا في الإصحاح الخامس. خدنا النص اللي فات بتاع الإصحاح الخامس الحلقة اللي فاتت، وهنكمل معاكو الحلقة دي من أول عدد 18 في هذا الإصحاح. الحقيقة أنا ترددت كتير إن أنا أتكلم في هذا الموضوع، لأن الحقيقة أنا عايز أقول لكم بقية الإصحاح بيتكلم عن التدبير الخاص بالأسقف والكاهن واختيار الأسقف واختيار الكهنة والشروط وكمان المحاكمات. الحقيقة أنا صغير جدا إن أنا أتكلم في هذه المواضيع، لكن أنا كل اللي أنا عملته أنا جبت أقوال الآباء اللي اتكلموا عن تفسير هذا الجزء من هذا الإصحاح، والحقيقة اللي ساعدتني كده كتير التفسير اللي عمله أبونا تدرس يعقوب، لأنه الحقيقة هو ما بيكتبش من عندياته ولكن بيجيب أقوال الآباء فيما كتب في الكتاب المقدس بالروح القدس، وهو حتى لما بيتكلم من عنده بيبقى كلامه فيه روح الآباء. فالحقيقة أنا عايز إن أنا النهاردة أقول لكم تصلوا من أجلي، لأني أنا مش هتكلم أو أوجه خطابي إلى أباء أسقفة أو إلى أباء كهنة، ولكن عشان أوجه أي كلام، وخصوصا لأن في كلام حلو قوي هنشوف، في كلام كويس قوي اللي هم الشيوخ المدبرون حسنا، لكن في كلام الحقيقة صعب، فإحنا عايزين إن إحنا نصلي كخدام وكشعب عشان ربنا يدي نعمة ويدي حكمة لاختيار الآباء الأساقفة والآباء الكهنة في الكنيسة، لأن ده بيكون أساس نشاط وخدمة وكرازة وتعليم صحيح في الكنيسة على مدى الدهور، لأن اللي نقوله النهاردة بياخدوه ولادنا بكرة، والكنيسة بتاعتنا كنيسة تؤمن بالتقليد. احنا بنستلمنا من ماري مرقس الرسول، وماري مرقس سلم إنيانوس وسلم الكنيسة، وبعدين عمل مدرسة الإسكندرية اللاهوتية وهكذا. فأحبائي النهاردة احنا عايزين ان احنا نشوف بولس الرسول بيقول ايه لتلميذه تيموساوس خاص بتدبير الكنيسة من جهة الكهنوت. عشان كده حلقة النهاردة عنوانها الكهنة والكهنوت. الحقيقة لما ابتدى يتكلم عن الآباء
الكهنة اللي هم يعني نشطاء في الخدمة، كاهن نشيط، كاهن فعلا عارف قد ايه مسؤولية خدمة الكهنوت، وسماهم الشيوخ المدبرون حسنا. قال الشيوخ المدبر، شيوخ هنا معناها بريزبيتيريان، او يعني بريزبيتير يعني كاهن، يعني الشيوخ او الكهنة المدبرون حسنا فليحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة. ودي موجودة في تيموثاوس الاول 5:17-18، اسمهم الشيوخ المدبرون حسنا. بيقول فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة وإيه والتعليم، لأن الكتاب يقول لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. تعالوا نشوف مين هم دول الكهنة أو القصوص أو الخدام اللي بيتكلم عنهم إنهم مدبرون حسنا. ممكن يكون أب أسقف أو أمص أو أسيس في الكنيسة. قال المدبرون حسنا. يعني مدبرون حسنا يعني بيدبروا شؤون الكنيسة والمؤمنين من أجل بنيان حياتهم ومن أجل خلاص نفسهم. وخدمة التدبير في الكنيسة خدمة مهمة، وذكرها بولس الرسول في رومية 12، وقال أما المدبر فيبقى اجتهاد، يعني يكون مجتهد في التدبير، لأن الكنيسة محتاجة تدبير، محتاجة تنظيم، محتاجة إن حد لازم يكون مشرف على الأنشطة كلها في الكنيسة علشان يبقى فيه تناغم في الخدمة. سماهم الشيوخ المدبرون حسنا. وقال حاجة تانية مهمة، قال ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. نخلي الآية دي شوية على الشاشة، الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. يعني إيه؟ يعني النشاط ليس فقط في التدبير ولكن أيضا في الكلمة، وهنا معناها الكرازة، الكرازة بالكلمة. يعني إيه؟ يعني بيوصلوا كلمة الحق، إنجيل الخلاص إلى غير المؤمنين حتى يؤمنوا بالمسيح. الكرازة معناها إن أنا بكلم ناس يا إما إن هما ما سمعوش عن إنجيل المسيح أو ما قبلوش إنجيل المسيح، أو ناس سمعوا ويمكن كمان اسمهم مسيحيين لكن لا يعيشوا حياة تمجد سيدهم المسيح، عايشين في العالم. فدي اسمها الكرازة. الكرازة يعني أنا بكرز لإنسان علشان إن هو عرفه طريق التوبة، طريق التوبة لعشان يتوب، عشان يؤمن بالمسيح، عشان ياخد حياة أبدية. فبيقول ولا سيما الناس اللي بتتعب في خدمة الكرازة وكمان في التعليم، دول بيكلم عنهم انه الشيوخ المدبرون حسنا، دول يحسبوا اهلا لكرامة ايه؟ لكرامة مضاعفة، يحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة. حقيقة يعني ايه يحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة؟ يحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة معناه احنا الاباء اللي عندهم نشاط في الخدمة لازم ان احنا يعني نقدر هذا النشاط، نقدره بطرق يعني عايز اقول انجيلية. اولا احنا انا مش مع ان احنا ندي كرامة لانسان او مجد الانسان. كيف تقدروا ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا من بعضكم البعض؟ بس هي حلكت ما ينفعش. لكن في نفس الوقت في حاجة اسمها خدمة التشجيع وخدمة التقدير، بنقدر وبنحترم الناس دول لان هم فعلا بيبذلوا اقصى ما عندهم من اجل الخدمة. عشان كده احبائي مهم قوي ان احنا
نعرف ايه هي الكرامة المضاعفة اللي بيتكلم عنها بولس الرسول. يحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة. والبعض بيفسر موضوع الكرامة المضاعفة هو يعني الكنيسة تهتم باحتياجاتهم المادية. الحقيقة يعني هو الكنيسة بتقوم بكده في معظم الأحيان، لكن ومش بس للشيوخ المدبرون حسنا، ولكن لكل رتبة الكهنوت، لكل طامات الكهنوت إن كانوا قمامسة أو قصوص. الكنيسة بتقوم بهذا الواجب. هنا بقول كرامة مضاعفة، يمكن عشان إن هم بيعملوا أنشطة كتيرة وبيساعدوا يمكن ناس كتير، فيمكن يبقى دول محتاجين إلى إن احنا نهتم بمواردهم المالية عشان خاطر يقدروا إن هم يقوموا بالخدمة اللي هم أظهروا فيها نشاط وتفاني وفعلا بذل حقيقي لأجل أن الناس التعبانة ترتاح والناس المحتاجة تلقى أن الكنيسة بتقف جنبيها. كرامة مضاعفة. وبعدين بولس الرسول بعد كده قال في العدد اللي بعده على طول يقول لك إيه، لأنه أصله مكتوب لا تكن إيه ثورا دارسا. لا تكن ثورا دارسا، ودي جابها من تثنية 25:4. بس يا بولس الرسول بتتكلم دلوقتي عن المدبرون حسنا، وبعدين تقول لا تكن ثورا دارسا. بس انا قعدت قلت كده يعني معقول هو ال 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 الكاهن النشيط اللي بيخدم خدمة مثمرة يشبهه بلا تكن ثورا دارسا؟ الحقيقة يعني بولس الرسول مش قصده حاجة، انما يعني حتى لو اعتبرنا ان هو قال كده، لكن داود النبي قال صرت بهيم عندك اما انا فدودة لإنسان. ابراهيم العظيم ابو البطارقة يقول لك شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد. لكن هو قصده لا تكن ثورا دارسا. يعني ايه؟ يعني التور لما بيدرس او بيبشي النورة كده ما تقفلش بقه، خليه ياكل من التبن اللي هو اللي بيدرسه. لا تكن، عايز اقولك انك انت لازم الشيوخ المدبرون حسنا دول ان هم ليهم الحق ان هم يعني يبقى ليهم نصيب في ثمار الخدمة. ولكن يعني كان أبونا بشوي كامل الله ينايح نفسه القديس كان يقول هنا لا يقصد الثمار المادية أو الجسدية، لكن الثمار الروحية. وإن فعلا كل إنسان بيتعب في الخدمة أكتر، كل كاهن نشيط أكتر، كل ما فعلا بيبقى ثمر الخدمة بيفرحه. هو ده لا تكن ثورا دارسا. وحتى بولس الرسول لما حب يفسرها أكتر فسرها في كورنثوس الأولى 9 يقول إيه، فأنه مكتوب في ناموس موسى لا تكن ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران أم يقول مطلقا من أجلنا؟ مكتوب لأنه ينبغي للحراس أن يحرص على إيه؟ على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون إيه؟ شريكا في رجائه. فهنا هو يبقى شريك في البركات الروحية اللي بيقدمها للآخرين علشان يتمتعوا بيها، هو كمان يكون شريك فيها. ده التفسير الروحي لهذا الكلام. يبقى إذن نتكلم تاني عن الشيوخ المدبرون حسنا، إن هم بيدبروا شؤون الكنيسة بطريقة جميلة بتخلي كل فئات الشعب تستفاد من ذهابها للكنيسة. مهتم بمدارس الأحد، مهتم باجتماعات الشباب، مهتم بالناس الكبار في السن، مهتم بكل فئات الشعب، الشباب والشابات وكله كله كله. عشان كده المدبرون حسنا، وفي نفس الوقت انه بيتعب في الكرازة، وكمان بيتعب فين؟ بيتعب في الكلمة، الكلمة اللي هي الكرازة، بيتعب كمان في التعليم. وانا نقف عند التعليم ده وقفة شوية كده، لأن التعليم دلوقتي أصبح مهم جدا في الآونة اللي احنا عايشين فيها.
لأن دخل بعض المبتدعين في الكنيسة. بكلمة كنيسة هنا الكنيسة ككنيسة في كل العالم، وشفنا بدع وشفنا هرطقات وشفنا حاجات ما كناش نتصور انها مش تكون في الكنيسة تكون في العالم، ان زواج المثليين والابورشن اللي هو الاجهاض والتحول الجنسي، الذكر يبقى عاوز يبقى انثى والانثى يبقى ذكر، والكهنوت يبقى فيه مرأة والكهنوت يبقى فيه مرأة مش بس مرأة لا دي كمان هوموسيكس، وحاجة الحقيقة عايز اقول وبدع اكتر من كده. لكن عايز اقول الكاهن المفروض بجانب العمل الكرازي، إن كان بيتكلم عن التوبة باستمرار، بيتكلم عن المسيح هو الطريق الوحيد للملكوت وللحياة الأبدية، بيتكلم عن الخلاص، لازم يتكلم كمان عن الإيمان المسلم مرة من القديسين، يتكلم عن سلامة الإيمان، ويعلم عن تسليم الإيمان أيضا زي ما قال بولس الرسول لتلميذه تيموساوس، قال له وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. ما احنا كنيستنا كنيسة تسليم، فالمفروض أن احنا بنسلم إيمان سليم خالي من كل بدع وشوائب ممكن ان هي تعطل كثيرين عن طريق الحق والخلاص. عشان كده احبائي مهم قوي ان احنا نعتبر الشيوخ المدبرون حسنا، نشجعهم وباستمرار ان احنا نقف جنبيهم علشان خدمتهم تثمر اكثر واكثر لمجد السيد المسيح. فبيقول بيستشهد كمان علشان ان الكنيسة مسؤولة عن احتياجات الكهنة المادية، جاب آية من الآيات اللي قالها السيد المسيح اللي هي في لوقا 10:7، لان الفاعل ايه؟ مستحق اجرته، الفاعل مستحق اجرته. ونرجع تاني ونقول الأجر السماوي أهم جدا من أي أجر آخر، لكن مش معنى كده أن احنا يعني نسيب الخدام بتوعنا أو الكهنة بتوعنا من غير ما نهتم بأمورهم المادية، ولكن تملي احنا ياريت ننظر إلى الفاعل مستحق أجرته. هنا الأجرة نرفع علينا للسماء علشان واحنا داخلين السماء نقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. فكل نفس جبتها للمسيح وعرفت المسيح وصار لها خلاص أبدي بدم المسيح، ده رصيد ليك في السماء كأب كاهن أو خادم في أي مكان. عشان كده أحبائي ده الفاعل مستحق أجرته، الفاعل مستحق أجرته. هنطلع فاصل ونكمل معاكم عشان نشوف الجزء اللي جاي فيه حاجات مهمة يعني برضو تخص الكهنة والكهنوت. عمل الكهنوت أو خدمة الكهنوت نعمة من ربنا مش وظيفة، والكاهن أكتر حد بنشوف فيه صوت السيد المسيح، والكاهن هو الترجمة العملية لوصايا الله، الترجمة العملية لوصايا الله على أرض الواقع. سنين وسنين شوفنا الأبوة الحلوة فيك،
وشايلنا في عينيك اللي تقيل. عمرك ما تتأخر في يوم عن حد حسب قلب هدية من هدايا ربنا للكنيسة، أن يبعت كهنة قديسين يتشبهوا بيه يقدموا حب للعالم كله ويرفعوا العالم كله في الصلاة طول الوقت. ربنا يفرح الكنيسة وكل الكهنة. النقطة اللي هتكلم فيها دلوقتي إن هو يعني لو في شكوى راحت في أي أب كاهن أو في أي درجة من درجات الكهنوت، يعني إزاي تتعامل الكنيسة مع هذه الشكوى؟ فبيقول هنا بولس الرسول: لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. يبقى دي أول خط، أول حاجة إن لازم يكون في شاهدين أو ثلاث شهود بيأيدوا هذه الشكوى. يعني ما تكونش شكوى من شخص واحد، لازم علشان تبقى يعني أوثنتك أو يعني نقدر إن إحنا يعني نهتم بيها،
يبقى لازم تكون على فم شاهدين أو ثلاثة، لأن في شكاوي بتبقى بس بحسد الشيطان. يعني كنا نتكلم دلوقتي عن الشيوخ المدبرون حسنا اللي هو الكاهن النشيط، ممكن أو الشيطان يتغاظ منه ويدبر له أي شيء علشان خاطر يعطل الخدمة بتاعته، ممكن. وممكن كمان يكون في شكاوي مدفوعة بأغراض شخصية، يعني ناس مش عاجباهم طريقة الأب الكاهن في الخدمة، ناس شايفين ان هو ما بيقولش الكلام اللي هم عايزين يسمعوه الى اخره. لكن ممكن قوي يكون في شكاوي حقيقية، يعني فعلا الاب الكاهن يعني اخطأ في حاجة معينة، اخطأ في حاجة معينة. عشان كده يقول ايه في 25، الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. الذين يخطئون، الآية موجودة قدامكم، وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. وهنا بيتكلم عن يعني الأخطاء اللي هي ما هياش أخطاء إيمانية أو عقيدية، يعني مثلا غضب، الكلمة كده إنسان ما احتملهاش ويمكن هي كان بيقولها لمصلحته إلى آخره. لكن ممكن يكون في فعلا هو أخطأ، ما هو احنا مش كلنا كاملين أو مفيش حد فينا كامل، فبيقول يخطئ بس خطأ كان المفروض ما ينفعش يطلع من أبي كان. يقول كده الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع ليكون عند الباقين إيه؟ عند الباقين خوف. خوف. طيب دلوقتي في حد أخطأ والخطأ بتاعه واضح، والكنيسة دلوقتي عاملة حاجة اسمها المجالس الإكليريكية الخاصة بمحاكمات الإكليروس، وهنا بينصح بولس الرسول تلميذه تيموثاوس إنه لما يجي يعني يحكم في شكوى معينة ان هو يخلي باله ان هو مش بيحكم علشان خاطر انه الشخص ده عاجبه او مش عاجبه، لا، ان هو لازم يتمسك بالحق. عشان كده يقول له ايه في العدد 21، انا اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين ان تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحاباة. مش لما حد يغلط نسامحه وحد تاني يغلط نفس الغلط ما نسامحوش، يبقى مفيش محاباة وفي نفس الوقت ما يكونش فيه غرض شخصي جوه اللي بيحكم او اللي ماسك القضية بتاع هذا الاب الكاهن. فعشان كده الحقيقة ساعات بيبقى فيه محاكمات تحت ستار الحق ولكن بتبقى بدوافع شخصية، بتبقى دوافع شخصية. عشان كده مهم قوي ان احنا نخلي بالنا قوي في المجالس الكليريكية ان لا ندين غير المذنبين او نبرئ المذنبين. مهم قوي يكون في حكم عادل، لان احنا مش بنحاكم انسان عادي، لا، ده اتوضع عليه اليد واصبح مسيح الله. عشان كده مهم قوي في محاكمة الكهنة المخطئين ان يكون في عدل وما فيش محاباة وما فيش غرض شخصي يكون في المحاكمة. حقيقة يعني بعد كده ابتدى يتكلم عن حاجة مهمة خالص، يعني ودي محتاجين ان احنا نخلي بالنا منها في الرسامات. يعني يقول له كده في تيموثاوس الاولى 5:22، لا تضع يدا على احد بالعجلة،
يعني ما ترشمش حد بسرعة ولا تشترك في خطايا الآخرين. احفظ نفسك طاهرا، احفظ نفسك طاهرا. معنى ايه الكلام ده؟ يعني ما تتسرعش في الرسامات. طيب معنى ايه انه بيقول له لا تشترك في خطايا الاخرين؟ يعني لا تضع يدا على احد بالعجلة وما تشتركش في خطايا الاخرين. يعني ايه؟ لان انت لو رسمت كاهن والكاهن ده سبب لوجود خطأ او خطايا او شر، عشان كده انت بتشترك في خطايا الاخرين لانك انت اللي رسمت هذا الانسان. شو تصوره بقى؟ يقول له كده ولا تشترك في خطايا الاخرين. عشان كده الصيامات لازم تكون بتدقيق، لانه ان اخطأ احد الكهنة فخطايا الشعب الذي يخدمه تلاحق من سامه في هذه الرتبة. عشان كده بيقول له لا تشترك في خطايا الاخرين. وبعد كده يقول له حاجة غريبة، اقول له احفظ نفسك طاهرا. طب دي ايه علاقتها بان هو ولا تشترك في خطايا الاخرين احفظ نفسك طاهرا؟ لان الاب الاسقف لما بيختار كهنة طاهرين بيشترك في طهارتهم، وان كان غير ذلك فكل شر يرتكبونه يكون بسبب تسرعه في الصيامة. فعشان كده مهم قوي ان تكون الصيامات فيها تدقيق، وفيها ان الاب الاسقف بيسأل وبيقعد وبيدرس الشخص المرشح للكهنوت. مفيش تسرع في الصيامة مهما كان الاسم براق ومهما كانت الخدمة واضحة. لازم ان احنا كمسؤولين على الرسامات ان احنا ندقق في الاختيار، ندقق في الاختيار. عشان كده بيقول له ايه؟ بيقول له الناس اللي هيتقدموا للرسامة دول في بعض منهم بتبقى أخطائهم واضحة للجميع وخطاياهم واضحة للجميع، والبعض الآخر تتبعهم. يعني ايه؟ يعني أخطائهم أو خطاياهم ما هواش معروف للكل، لكن في نفس الوقت هم عايشين في رياء كاذب. من بره شكلهم حلو ولكن خطاياهم بتتبعهم، لان هم ما هماش فعلا امناء في حياتهم الروحيه وعلاقتهم بربنا. فيقول كده في تيموثاوس الاولى 5:24 خطايا بعض الناس واضحه تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعهم. خطايا معروفة واضحة تتقدم، حتى القضاء المدني ممكن يحكم على الناس دول. لما أنت قدامك الشخص ده عنده أخطاء ممكن يتحكم عليها مدنيا، إزاي إنك هتقدمه للرسامة؟ والآخر بقى خطاياهم أو الناس تانية ممكن قوي متقدمين للرسامة أو رشحوا للرسامة ولخطاياهم تتبعهم. يعني إيه؟ يعني مظاهر خارجية وتدين شكلي. عشان كده ما احناش عارفين إيه المستتر جواهم، عشان كده لابد ان يفحص المتقدم او مش متقدم، محدش بيقدم نفسه للكهنوت، او الناس بترشحوا او الاب الاسقف بيرشحوا او بعض الكهنة بيرشحوه. يفحص المتقدم او المتقدم او الذين قدموا او اللي الناس قدموه او المرشح فحصا دقيقا حتى لا يجعل الذين بواطنهم غير
شكلهم الخارجي رياء، يعني ناس عايشين في رياء، ازاي دول هيبقوا كهنة؟ ده اللي قصده بولس الرسول في النقطة دي. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض إيه؟ وأما البعض فتتبعهم. قال لك نقطة تانية مهمة خالص، أن يكون مشهود له من جهة الأعمال الصالحة. يعني لازم يبقى معروف عن المتقدم ده أنه إنسان فعلا عنده سجل من الأعمال الصالحة بتشهد ليه، لأن الأعمال الصالحة دي تبقى ظاهرة وواضحة. فيقول كده في عدد 25، كذلك أيضا الأعمال الصالحة والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى. مش ممكن الأعمال الصالحة تبقى واضحة، والأعمال الصالحة تبقى ثمر الإيمان. فأنا عايز أقول مش ممكن إن احنا نرشح حد للكهنوت من غير ما يكون ليه خدمة مشهود له إنه خادم مثمر، وإنه عنده فعلا ثمار من أعمال صالحة في خدمته. بيزور المرضى مثلا، بيساعد المحتاجين، بيشارك الناس في أحزانهم وفي أفراحهم إلى آخره، كده يعني أعمال صالحة. لأن كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الرضية فتصنع إيه؟ أثمارا رضية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رضية، ولا شجرة رضية أن تصنع أثمارا جيدة. فلازم يكون من ثمارهم تعرفونهم، لازم يكون لي ثمر جيد وأعمال صالحة تشهد لي. أحبائي أنا هنطلع فاصل ترنيمة، وبعدين هنرجع تاني وحنشوف بعض الأقوال اللي قالها القديس يوحنا ذهبي الفم بالنسبة للرسامات الكنسية. بعد ما شفنا بولس الرسول كلم تلميذه تيموثاوس عن أهمية اختيار الخدام خصوصا الإكليروس، حقيقة الموضوع ده اتكلم فيه القديس يوحنا الذهبي الفم كتير، وفي كتاب خاص بالكهنوت للقديس يوحنا ذهبي الفم. هناخد بعض الأقوال من القديس يوحنا ذهبي الفم علشان نتعرف على أهمية اختيار الأب الكاهن أو الأسقف أو حتى أي خادم في أي منصب في الكنيسة. شوفوا، يا ريت المخرج طلع لنا بيقول ايه. بيقول صيامة اسقف او كاهن ليست بالامر الهين، لاننا بصدد اقامة اب يلتزم بروح الابوة نحو الناس. يبقى اول حاجة مهمة قوي ان يكون عنده روح الابوة نحو الناس، وراعي يبذل حياته من أجل قطيع المسيح.
عنده استعداد ان هو يبذل حياته من اجل قطيع المسيح، زي ما قال بولس الرسول: من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. وكارز، خلي بالكوا، كارز يختفي وراء كلمة الحق، يكرز ويبشر من أجل الملكوت. زي ما قلنا الشيوخ المدبرون حسنا يتعبون في الكلمة والتعليم، فهنا بيقول كارز اللي هو يتعبون في الكلمة، كلمة يكرز ويبشر من أجل الملكوت. المهم قوي أن يكون لكل كنيسة عمل كرازي، وأيضا عايز أقول لكل أسقف أو كاهن لازم يكون لي عمل كرازي جانب العمل التعليمي، وزي ما التعليم مهم برضو الكرازي مهم. عشان كده يقولك إيه؟ لذلك فالشعب مع الإكليروس يلتزمون بالتدقيق الزائد في اختياره، لأن الشعب برضو ليه إن هو بيدي رأيه في اختيار الأب الأسقف أو الأب الكاهن، فلازم يدقق التدقيق الزائد في اختياره، فإنهم مسؤولون أمام الله اللي هو الراعي الأعظم عن كل إهمال. لو أهملنا في التدقيق فإحنا مسؤولين قدام ربنا ان احنا ما اخترناش هذا الانسان اللي هو هيكون احد اكليروس الكنيسة مناسب للمكان اللي اختير فيه. نكمل. اخبرني من اين نشأت هذه المتاعب الكثيرة في الكنيسة؟ أظن أن مصدرها الوحيد هو الطريقة العشوائية الطائشة في اختيار الرعاة. هنا بيتكلم يمكن عن الحقبة الزمنية هو كان موجود فيها، وعشان كده بيقول الكلام ده. ياريت ما تشيلش فهات اللي قبليها لو سمحت. يا من أين نشأت هذه المتاعب الكثيرة في الكنيسة؟ بيقول مصدرها الوحيد، صور الوحيد، هو الطريقة العشوائية الطائشة في اختيار الرعاة. فلأنه الراعي أو الكاهن اللي هو ما عندوش روح الخدمة والرعاية اللي اتكلمنا عنها من شوية زي ما قال يوحنا ذهبي الفم، ممكن قوي انه يكون سبب في تعب للكنيسة كلها. مش الكنيسة كلها، يمكن كنائس عديدة وناس كتير قوي حتى من بره كنيسته. اللي بعديها لو سمحت. يليق بالرأس أن يكون أكثر الأعضاء قوة، اللي هو رأس اللي هو إيه؟ اللي هو الأب الأسقف أو الأب الكاهن، حتى يضبط النزوات الشريرة التي تصدر عن بقية أعضاء الجسم. ما هو الرأس، هو الرأس. طب لو هو بقى نفسه عنده يعني حاجات، نفسه هو تعبان، إزاي هيقدر يضبط النزوات الشريرة؟ ولكن كان هو ضعيفا وعاجزا عن صد الهجمات الوبائية، فإنه يزداد ضعفا ويهلك الجسد كله. شفتوا أهمية اختيار الإكليروس في الكنيسة كلها. اللي بعديها لو سمح. أقول في دقة أن هذه الأمور تحتاج إلى تدقيق، اللي هي رسامة الإكليروس، تدقيق زائد. فمن يقدم شخصا كمؤهل للكهنوت لا يكتفي بشهادة الجماهير له، إنما ينبغي عليه هو شخصيا قبل كل إنسان أن يتحقق من شخصيته. كمل. فعندما قال الطوباوي بولس: ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم خارج، لم يستغني بذلك عن البحث بتدقيق شديد. إذا يا جماعة إحنا عايزين إن إحنا يعني نصلي علشان ربنا لما نيجي نفكر في اختيار أحد الآباء، إن الصلاة مع التدقيق في الاختيار مهم قوي قوي. وزي ما شفنا خطورة اختيار شخص لا يناسب المكان اللي المفروض هيتبوأه لما ان هو
توضع عليه اليد. ولك الذين ينتمون إلى المسيح، يعني بيتكلم على اللي ينتمون المسيح واخدين مناصب كنسية في الإكليروس، يعني يدمرون ملكوته أكثر من الأعداء والمقاومين له، ذلك باختيارهم غير المستحقين للخدمة. صوروا بقى ايه ده، يعني بيدمروا عشان بيختاروا حد مش مستحق، بيدمر الكنيسة. يعني ما هو انت لو مثلا اختير اسقف غير مستحق دمر الأبروشية، اختير كان غير مستحق دمر الكنيسة. عشان كده مهم جدا التدقيق في الرسامات. يعني يستحسن ان احنا نأجل الرسامة وان احنا نقعد من غير حد لغاية لما يبقى فيه الشخص الذي فعلا الروح القدس. يعني ده شمامسة، كان شرط الاول في اعمال الرسل نكون مملوئين من الروح القدس. عشان كده احبائي مهم قوي ان احنا ندقق في اختيار الاباء، عشان قال له كده لا تضع يدك على احد ايه بالعجلة، تحطش ما ترسمش حد بسرعة، تأنى، اسأل عنه، اقعد معاه، اختبره، لاحظوا. طيب وبعدين هنا بقى دي نصيحة للمرشح للكهنوت، لأنه دلوقتي هنا الظاهر إن لازال موضوع شهوة الكهنوت دي كانت موجودة زمان زي ما موجودة في هذه الأيام. مش عارف الحقيقة، والناس لو يعرفوا إيه مسؤولية الكهنوت وتعب الكهنة، وهو لوحده مسؤول عن خلاص نفسه وحده، لكن هو دلوقتي لما بياخد منصب في الكنيسة إن كان أب كاهن أو أب أسقف فهو مسؤول عن أعداد غفيرة من الناس. عشان كده بيقول نصيحة للمرشح للكهنوت، لو أن 10,000 شخص رشحوه للكهنوت وحسوه على ذلك فعليه ألا يعطي لذلك بالا، بل يبحث قلبه ويختبر الأمر من كل نواحيه بدقة قبل أن ينصت إلى حاجتهم. مش عشان فيه ناس كتير قوي مرشحين يا سلام يا ويحسوه ويقول يا سلام ويكلموا ده ويكلموا ده، ده شخص ممتاز، لكن أنا كمرشح للكهنوت علي أفحص نفسي، هل أنا مستعد لهذه الخدمة ولهذه المسؤولية؟ هل أنا فعلا يعني حياتي تمجد المسيح؟ هل أنا تايب توبة حقيقية؟ عشان كده أحبائي مهمة قوي قوي للإنسان المرشح للكهنوت أن يفحص نفسه، لإلا هو هيتعب والناس كلها اللي بيخدمه هيتعبوا هما كمان. كمل. لا يخاطر إنسان ما ويتعهد ببناء منزل ما لم يكن مهندسا، يفهم في الموضوع، ولا يحاول علاج المرضى إن لم يكن طبيبا حتى لو حسوا على ذلك كثيرون. ما هو مش دكتور هيعالج المرضى إزاي، حتى مهما الناس قالوا له حط السماعة وخش اكشف ما ينفعش. فإنه يليق به أن يرفض دون أن يخجل من جهله، أنا ما أقدرش عليها. فهل الذي يتعهد أرواحا كثيرة لا يختبر نفسه أولا، إنما يقبل الكهنوت لمجرد أن طلب أحدهم منه ذلك أو ألزمه ثاني أو خشى مخالفة ثالث؟ ما ينفعش. قد ينخدع المنتخبون بمؤثرات خارجية، أما المختار كاهنا فلا يقدر أن يقول ايه لا اعرف نفسي، هما تانيين شايفينه كويس قوي وبيخدم وتملي في الكنيسة وتملي في الالحان وتملي. طب لكن هل هو عارف، هو عارف نفسه كويس، لكن هو يمكن شكله من بره بس،
لا بيقول كده، فالأخضر أن يقول لا أعرف، لا أعرف نفسي كما يقول الآخرون عنه، لذلك فعقوبته أقصى من التي يسقط تحتها المنتخبون له. لهذا السبب نصح الرب من يريد أن يبني برجا ألا يبدأ بوضع الأساس ما لم يحسب قدرته على البناء حساب النفقة، حتى لا يجلب على نفسه السخريات المارة غير المتناهية. كلامك حلو يا يوحنا ذهبي الفم، فعلا ياريت نتعلم من ذهبي الفم ازاي ان احنا نصون الكهنوت باختيار الكهنة التي تليق بخدمة الكهنوت. وللهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين.